رايحين لاسبانيا سابقا شباب؟ ما اتوقع، فلهذا اليوم راح اخذكم البرشلونه وريال مدريد وراح نشوف ملاعب واللي هم الكاب نو والسانتياغو برنابيو. يلا يا شباب جهزوا نفسكم وخلونا ننطلق. وين برشلونة شباب بالخارطة؟ اتوقع هنا اوروبا هنا، فبرشلونة هنا. اول شيء نروح لبرشلونة يا جماعة الخير. يا جماعة الخير اخترت هاف طيارة ليش؟ لانه هاف طيارة تساعدنا بانه نكون قريبين من الارض، فراح نشوف البنايات بطريقة اوضح من انه نختار طيارة كبيرة وما راح نشوف بنايات بها. اتوقع فهمتوني صح. نعم مطار برشلونة يا جماعة الخير، حاليا لازم نطير ونروح لبرشلونة نفسها المدينة. فنقول لزجو شغلنا المحركات، شغلنا كل شيء ولازم نطير. شوف الاجواء من 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 زمرة القيادة قبل لا نطير، الاجواء نوعا ما زينة. يلا لزجو لزجو. والله مطار برشلونة باين بينه جميل، يعني تخيلوا هنا كل يوم ميسي يجي هنا، يوميا هنا ميسي. لزجو طيران ايزي. هذا هذا المنظر جدا يعجبني، منظر طيارة بهذه الطريقة جدا شيء مرتب وجدا جدا حلو. نوع ما اجي اشوف الاماكن بطريقه ممتازه. اول ما ندخل مدينه برشلونه راح ندور على الملعب، ما ادري وين الملعب بس راح ندور عليه. بعد عناء يا شباب، بعد عناء نحن الان في مدينه برشلونه. وين ملعب برشلونه؟ وين الكاب نو؟ وين؟ باع المدينه، باع الاجواء، باع هذا الملعب، باع هذا الملعب جاي يشوفونها. طبعا تخيلوا شباب بانه هذه المدينه اللي جاي تشوفونها حاليا ميسي ينام ويشرب وياكل فيها يوميا، بس المدينه الواضع عليها التصاميم مرتبه جدا وهذا شيء واضح ما يحتاج لاي واحد يحكي بيه. باع من هذه الجهه نوع ما الطياره يبين، المدن يبينون هنا. هذا ملعب ولا لا؟ ما ادري اذا هذا اتوقع ملعب. هذا مو ملعب مال برشلونه؟ هذا ملعبهم يب. والله ملعب مال برشلونه هذا ما يبين هيك. ومنت ومنت نفتر 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 نباع زين. باع السفن اللي هنا، والله مدينه ازدحام شباب. هذا هو الملعب، احنا رايحين للملعب، هذا هو الملعب. شنو تشوفونه شباب؟ هذا مو الملعب هادي والله شباب. هذا هو، لا مو هذا، لا لا ما يشبه. هذا ملعب بس ما يشبه ملعب والله. جاي يصير لاج، ما تقرب من البنايه يصير لاج اكثر. والله واضح شباب من اللي جاي اشوفه، ما ادري وين بالضبط الملعب. لازم اتوقع اسوي له بالماب واشوف وين بالمدينه هاي. بس المدينه فخمه، بنايتها فخمه، كل شيء فخم بالمدينه صراحه. اتوقع اللي قدامنا ملعب. يب 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 يب. ومن تو من تو من تو. هذا ملعبهم انا واثق، انا واثق وثقة، انا واثق هذا ملعب برشلونة، واثق تماما. واو باوع الملعب بالضبط، هو باوع الملعب شباب، باوع الملعب بالضبط، هو بالضبط هذا باركيميو هنا. باع الملعب شباب عن قرب، صار لاج ما تقرب من الملعب. باع الملعب حتى حاطين الاسم والعنوان والشعار وكل شيء. واو باع هنا الفنادق اللي يم الملعب، يعني اذا تريد انت تزور. باع هنا ملعب ثاني مثلا، هوايك ملعب برشلونه ميسي طبعا. هنا يعني جراجات اذا واحد يريد يحط سيارته، وهنا طبعا يزور الملعب. باع الملعب شلونه والله فخم. اوكي ننزل بالملعب، بالملعب شباب عادي ننزل بالملعب. بوم. اذا شفنا ملعب برشلونه، انا كنت رايد انه ارجع هنا على مود هسه نروح الى مدريد عاصمة الاسبان. نحن الان يا جماعة الخير بالعاصمة مدريد. أحمام. واو يا الاجواء من البداية، اجواء مرتبة
باع من داخل الطيارة شو ممكن تشوفون؟ باع عندنا الركاب هن نوع ما عاصمة مدريد. اوه ذات البرنابيو والله شفناه. باع هنا ممكن تشوفون يا جماعة الخير everything. هذه العاصمة مدريد نوعا ما. هذا سانتياغو برنابيو شباب، مو هذا سانتياغو برنابيو. اوه ماي جاد برنابيو، باع البرنابيو شباب ريال مدريد. بس ليش ما مخلين بيه اضواء؟ الشمس ما جاي تدخل له فما نقدر نشوف داخل الملعب بالضبط. راح نرجع راح نسوي فره. نوعا ما شباب اللي جاي تشوفونه عاصمة مدريد، العاصمة جدا كبيرة. هنا في حديقة كبيرة، ايش هذه الحديقة ما ادري. هسه نوعا ما نرجع للبرنابيو. باع البنايات، باع الناس، جاي يصير لاد من من كثرة البنايات شباب. هذا شارعهم الرئيسي. باوي الشارع، واو والله واو. انت ما ادري تحسسني انه انا بالعصور الوسطى وبالعصور القديمة والله. والله اسبانيا يراد لها نروح زيارة الصراحة، ايزي. باع اجواء المدينة واو. باع الاجواء، باع الجمال، باع الرقة بالمدينة. رايحين يا جماعة الخير لملعب سانتياغو برنابيو. هنا في ملعب صغير، هنا في ملعب صغيرة. نوعا ما شارع البرنابيو يجي ما بعد الراوند اباوت، يعني تعبر الراوند اباوت كبيرة ويجي ملعب برنابيو، اتوقع يعني اغلبية الناس يجي. اول ما كي اقتربنا من ملعب برنابيو شباب، اقتربنا من ملعب برنابيو والله راح ادخل بيه، راح ادخل بالملعب نفسه. ملعب البرنابيو، بو شلون سويت صاير لاج على الطيارة على الطيارة على الطيارة. دخلنا بالحيط. ان شاء الله يا جماعة الخير استمتعتوا بكل شيء شفتوه اليوم، ولايك سبسكرايب، وايضا احكوا لي البلد اللي تريدوني اروح عليه بالمستقبل. لايك سبسكرايب، ان شاء الله كانت حلقة خفيفة ولطيفة، الحلقة الجاية امتع واجمل. لايك سبسكرايب ومع السلامة، احبكم.